ليش لعب الوداد يصعد ويحط الكرة في مرمى أتراجي هذا التونسي، ومساعد الحكم في الحالة هذه يعلن على وضعية تسلل. بصراحة وضعية تسلل غير موجودة وصعبة جدا، لأنه فيها يعني رجل لاعب أتراجي هذا التونسي مدافع سابقة شوية. لو كان نوقف الصورة هنا، شوفوا هنا رجل اليمنى للاعب أتراجي هذا التونسي متقدمة على لاعب اللي موجود في الوسط لاعب الوداد البيضاوي، ما فماش حالة تسلل. وهنا المساعد خلاه يعني عنده شك في الحكاية، لأنه نقول عنده شك لأن الحالة دقيقة، وبالتالي يرفع الراية متاعه معلنا على إلغاء الهدف. هنا في رأي الهدف يعني التسلل غير موجود في الحالة هذه. فما خليل كنت طلبت بمخالفة أنت ذولي في اللقطة هذه، فما كما يقول الفرنساوي إمبوسيت إمبوسيت دز من تالي. هنا المخالفة واضحة إمبوسيت صغير، المخالفة واضحة على اللاعب الأول والثاني. معناها ماذا بيا أنا كان يعاودوها، لانه على اي من محمد ومن لونج من لونج الاخر يظل تعديات واضحه. معنا احنا عندنا ديجا حطيناها في وهنا استعمل اليد المقابل. هاي خليوها على اي من محمد، ومن بعد توجه سجل هدف في الحاله هذه. في الحاله هذه نحب نقول حاجه، دونك هي جينيرالمون في السيرفاس دو ريباراسيون هنا ديما تقع عمليه الكر والفر بين اللاعب والمهاجم، ونعرفوا كيفاش المهاجم يحاول يتخلص من المدافع يعني باش يتمركز ويلعب الكره، المدافع يحاول باش ما يخليش المهاجم كيف كيف يعني يفوت وباش يعني يقص ويمتص يعني كل السرعه نتاع اللعب. ولكن هنا رياض بربي مراد عدي هنا برالونك مراد بالنسبه لي نحن راه مخالفه الاولى والثانيه، لانه المهاجم هنا ما بين خليل شمام ما بين خليل شمام ولاعب لا قبل هنا قبل هنا ساعه نرجعوا شوي نرجعوا شوي نرجعوا اي بون نجموا نرجعوا شويه ولا ساعه نرجعوا شويه ما تعرف هكا اعطيني هنا فوالا خاي حط هكا هنا ليدين كيفاش وريني كيف هنا بالرالونتي تعدى معايا نمشيو هنا شوف بالضبط بالضبط ميساج تو نعطيو القراءه نتاعنا في الصوره هذه هات بلاي هات بلاي هكا فوالا هاي نرجع شوي نرجع شوي عند خروج الكره خلي الكره تخرج ما يسالش يلزم يرجع شوي يلزم يرجع شوي احنا بينا راهو الفار ما يخدمش كما في الاستاد خلي يمشي يمشي افلي باش ما نقعدوش باش نقعدوش تعسيل سيتي ان كونتاكت من الاول استنى استنى ليتو كونتاكت باليدين هنا ومازال باش يتعدى لخليل شمام هاوك معناها بالنسبه لي الكونتاكت الثاني رياض الكونتاكت الثاني مع خليل شمام يعني الملاعب بونكورس ولي بول في لوبول وتلعب بتبيع حتى المورفولوجي نتاع ملاعب نتاع الوداد في الظهر مش في اللي بول. إيه لا شو 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 اي بول اي بول بون هنا بالنسبه لي انا الهدف صحيح. لخصوا الحكايه، انت تقول هدف صحيح، خليل ورياض وترجي طبعا يقول لك ثم زوز مخالفات، تقول لك ثم مخالفه اولى ومخالفه الثانيه وضرب الجزاء وضرب الجزاء ثم ترجي عن لا شك ولا اختلاف فيها واضح والفار والفار ما كما في على ذكر الفار رازي بكل صراحه هنا حتى اذا كان لاعبي الوداد طلبوا يعني الفار ولو كان الفار يشتغل في الحاله هذه، حتى اذا كان يطالبوا الحكم هم ما عندهمش حق باش يطالبوا الحكم، الوحيد اللي يطالب الحكم باش يرجع للقطات الفار هو يعني الشيف نتاع الحكام الموجودين في غرفه الفار، هو من يقوم بالاتصال مع الحكم ويقول له لازم ترجع وتشوف الحاله. واثنين اللعبه رجعت على الفار كله اللعبه رجعت عطيناك اللقطه الحصريه يا مهم جدا اللعبه رجعت هنا لجو اي تو ريبري حتى اذا كان الفار يخدم ما دام رجعنا اللعب وسوني في اللعب ما عادش يحق لهم باش يستأنفوا ياخذوا القرار انهم باش يتابعوا طونك لو جو اي تي ريبري الديسيزيون تكون نافذه ما عادش فيها رجعه. يعطيك الصحه اي سيدي. بالنسبه للفار شكرا لك مراد. بالنسبه للفار تفضل مراد على روحك. بالنسبه للفار ساعه هذه عندنا صوره حصريه لنا احنا للتلفزه الوطنيه، تعرفوا انه الفار يتعاملوا مع 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 التلفزه الوطنيه. فاش يتعاملوا مع التلفزه الوطنيه؟ مش مع التلفزه الوطنيه في الحقيقه، مع حافله البث خاطر الحافله تابعه التلفزه اللي في استاد كانت نجم تكون حفله اخرى، ما ياخذوا تصاور من عند الحفله اللي تبث. الصوره الحصريه انه اول حاجه لازم ثم كابين فيها فار. ها؟ والكابين هذه يلزم فيها الحكام اللي هم مسؤولين على الفار. الكابين كانت موجوده في راتسا امامكم هذه الصوره، هكا سي كازوي والمساعدين نتاعو موجودين في الكابين نتاع الفار والحافله البث. نعرف نبيل بسيده جاي، نبيل هون يدخل نبيل ادخل. نبيل بسيده اللي هو كان مخرج نتاع المباراة البارح وكان تعامل مع طبعا الشركة الخاصة اللي هي لاهية بالفار عنده ما يحكي خاطر معناها هو بيده وقعد نهارين ويجري في جرتهم. عطيوني لبيك نبيل هكا كنت تريو غاديكا لاتهم بعد نعديو الفيتير نتاع الفار هذاك امامكم سي كازوي والمساعدين نتاعو. نبيل اهلا مرحبا بك. صح شريبتكم مرحبا بك. لهم بعد طبعا نشوفوا. اعطينا ساعه من الاول
نهار الخميس تقريبا ليله ليله الماتش هو في كنتوا باش تعملوا ريبيتيسيون. ايوه هو كيفاش يصير؟ هو يرسلوك الكاف يبعثوا لك ميل على اساس انك تكون متواجد 48 ساعه قبل المقابله تعملوا الانستالاسيون نخرجوا لهم لي كابل نتاع اعداد الكاميرا اللي عندنا. كان عندك 10 قداش عندك انت احنا 9 كاميرا 9 كاميرا خرجنا لهم احنا انستالينا ايا فينو الفار. قال لي راه مازال ما وصلش الماتريال راح من السعوديه. اي شنو الحل؟ قال نستناو شوي. قال راه سامحونا راه الماتريال ما وصلش نجموش تعطيونا 10 كابلوات توصلوهم لنا للبيت نتاع الفار. كنا لهم حاضر على العين والراس وصلنا لهم 10 كابلوات. العشيه يجي يقول لي مع الاسف رانا كمندينا ماتريال واحد اخر باش يطير من دبي يخلط ماضي ساعه نتاع القايل ما تنجموش تجيو في الليل. قلت وانا كيفاش نجيو في الليل وحاسيلو ما نطولش عليك مشيت انا في الليل وصلش الماتيريال ما وصلش. عملنا ريبيتيسيون تذكيرا على على الرميز دي رميز الصحفيين الحق راهو حسابهم عملوا لي زيستراد كاميراواتنا منين باش ما يدخل حتى طبيعه تصير انت تعرف خويا اليوم يخدموا في شركات في تلفزيون خاص كي ما يجيبش تصويره غدوه يصبح ما يخدمش صحيح دونك وقت الرميز اللي هذا يجب باش يجيب تصويره عندك الحق عندك بريف ما جاش الماتريال نهار الماتش مشينا من الصباح نستناه ونستناه ويجيني مع السته تاع العشيه يودي شفاب قال لي والله راهو الريموت الكنترول كمانيه من مدريد التحكم من مدريد هاي باش جينا مع الثمانيه توصل ان شاء الله توصل مع التسعه نعطيكم ليماج دو فار خمسه دقائق قبل المباراه تلهينا احنا نخدموا بدا الماتش يمشي وين الفار ما ثم لا مع فكره هما من هما يوفروا الكاميرا نتاع الفار تاع البيت اللي ما جاتش والريموت ما جاتش واللوجيسيال ما جاش انا مطالب نعدي الرالونتي مره بركه ما فماش فار هو باش يفهموا الناس الكل الكابين الفار خاطر برشا عباد التلفزه هذيك اللي في استاد يقول لك الفار تخدم هذيك مش فار هذيك معناها التوضيح هذيك راهو ايكرون دو كونترول هذيك ينجم يعدي فيها حتى ناسيونال جيوغرافيك وما ثم حتى مش معناها مش كي تراو التصويره غاديك نتاع الماتش معناها راهو الفار يخدم الفار معناها سي توت اون تكنولوجي معقده مركبه الفيسبوك هو هذي هو الفار ريتو التصويره هذيا هذاك الفار وهذوكم اللي يبعثوا التصويره اللي باش يتفرج فيها الاربيتر كيما خدم في الرباط كيما خدم في الـ في الـ في البلايص الكل الماتيريال ما خلطش الماتيريال ما خلطش الامور نتاع شحن كيما خدم في نهائي الكاف اي والشركه اسماعيل وبركان الخاصه اللي هي بالفار وهي شركه انجليزيه هبطت بليغ هبطت بليغ الشركه هذيا كان اعتذار نجم حتى نسميوه ناخذوه الشركه شقالت الشركه هذيا قالت انها او همكم البلاغ نتاعها قالت انا تفهمت مع طرف ثالث قاعد نترجم لكم انه سيشحن معدات الفار من الرياض كما قلت لكم الاول واللي مبرمج بسيوس اليوم 27 مايو نهار اثنين نهار 29 مايو تم اعلام الشركه انه المعدات ما زالت في الرياض ومن المستحيل انها توصل اليوم 30 مايو لتونس الشركه تحركت وقامت بجلب معدات اخرى من الامارات الا ان شركه الطيران الاماراتيه شحنت زوز حاويات ونسيت الثالثه قالوا صارت غلط فمرة أخرى الشركة قالت حاولت أنها طبعا مش تلقى في الأمور أنها تجيب المعدات الناقصة من مدريد علاش خاطر نفس الشركة هذه عندها الفار في مدريد في الفينال تاع الشامبيونز ليغ تاع الأوروب معناها باش يعرفوا ما هي الشركة بودورو جايبينها خاطر برشا يقول لك لعل جابوا شركة كيكة وبرا لا الشركة هي بيدا اللي عاملة الفينال تاع الشامبيونز ليغ في مدريد حاولوا يجيبوا القطعة من مدريد لكن ما نجموش معناها جماعة في مدريد قال لهم راه ما نجموش نبعثوا لكم القطعة خاطر هما بيدهم مش مشاخلتوا ف ما لقاو ما يعملوا كما قالوا لك اللي كنت ان شاء الله خمس دقائق نخت في الاخر بدايه المباراه ولا ثم لا فار لا حاجه التلفزه الـ 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 الوطنيه ولا حافله البث نحكي بحافله البث خير خاطر نهار الجمعه احنا نخدموا كنا سوتريتون إيه عند مالك الحقوق حبيت نفسر للجمهور الرياضي اللي يمشي يتفرج في القهوه ولا في داره ما يتمكنلوش باش يمشي يتفرج معناتها في ستار احنا رانا مكريين مكريين اي صح لاموني بعض ناس ما ريناش الدخل هو عندهم كوندكتور يقول لك توا راه باش نعدي ستاتيستيك ما يهمنيش فيها الدخل اعطيني انا اون مينوت كنت تعطيني اون مينوت باش تطلع لي ستاتيستيك وفات الدخل ما احنا مكريين لو كان جاء ديربي ولا احنا نملك الحقوق كان الماتش يكون بصوره مغايره نوريكم كل شيء اللي تحبوا تتفرجوا فيه اما احنا اليوم مكريين كيفاش تعمل يعني جزء للتوضيح نعاودوا وقت انت بديت تخرج في المباراه مع كمخرج انت
تعرف انه الفار ماهيش باش تخدم. احنا نعرفوا لافي احنا في بالنا لافي من لافي نعرفوا اليوم مستحيل جي. انت معناتها باش تقطع الاف الكيلومترات وتجيب ماتريال وتعرف مشاكل الديوانه والمسائل الاداريه وتخرج وتوصلوا للاستاد ويحضر لازمك تقرا حسابك. هو الغريب انه ما حاولوش يلقاو حل من تونس. ما ينجموش لا نيفو دي ماتريال لا ما ينجموش لا 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 هذا ثبتنا وانت من جثينا يا جيبوش لا 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 جثينا فما لا لا مراد انا حكيت معهم جماعه الفار الماتريال نتاع الفار اومولوجي من الفيفا عندهم زوز ثلاثه شركات يخدموا معهم في العالم هذاك يلزم الماتريال هذاك النوع هذاك بال لي يلزم لي كاركتيرستيك هذوكم في العالم ما لقاوش ونقولها شركه اللي تخدم معهم هي سوني هي اللي عامله اسمه الهاوك هاوك اي هذايا معناها يخدم حبوا جاو يسالوا فينا منين نجموا نكريو حبوا يكريو ان سيرتان مومون لكن ما لقاوش تعرف انت الفيبر اوبتيك تو حديث عاد لا ما ينجموش والاف معناتها مئات المترات والايماج بالله تذكير راهو الايماج اللي هو بعثها هو نتاع الكاميرا برانسيبال هذاك على شيء حتى الحافله هذيك حتى الايماج اللي جي مش الايماج تاع الفار هذيك يعطيك الصحه نبيل شكرا لك على هالتوضيح نشوفوا مع بعضنا شنو اللي صار في ملعب رادس نهار الجمعه في الليل وشنو هي حكايه الفار مع كل من حسام غراد سفيان الوجعات في الجبيلي عمر مالك امين بن احمد نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بتاع ليلة الجمعة للسبت أعطى رابطة الأبطال رقم 4 لترجي رياضي تونسي وخلى العديد من التساؤلات في ظل عدم استكمال أكثر من 30 دقيقة من المباراة.